هنبدأ دلوقتي نعمل موديلنج للبلاطة العادية اللي هي البلين كونكريت سلاب. احنا عندنا هنا زي ما احنا شايفين في القطاع ده القواعد المسلحة كلها تحتها قاعدة خرسانية معمولة من الخرسانة العادية بسمك 30 سنتي من منسوب التأسيس لغاية المنسوب بتاعها. هنروح على برنامج الريفت وندخل على الساوث فيو. هتلاحظ ان احنا عاملين اوريدي اليفيشنز للبلاطة اللي هي الخرسانة العادية البلين كونكريت والرينفورسد كونكريت. في حاجة هنا الاول لازم نعملها، ان احنا بنصحح شكل الجريد سيستم اللي هي الخطوط الرأسية اللي ظهرت عندنا دي اللي احنا عملناها، ومع شكل الليفلز او المناسيب بتاعتي. ممكن ان انا اضغط على اي منسوب واعمل زوم لغاية لما اشوف الدايرة الشفافة دي، اضغط فيها واسحبه بره الجريد بحيث ان هو يبقى متقاطع معاها ويبقى مترتب. نفس الموضوع بالنسبة لهنا، اقدر ان انا اسحبها. يعني هي مش اكتر من تظبيط لشكل الرسمة مش اكتر. تمام، يبقى انا كده خلصتها. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هروح على البلين كونكريت ليفل جو تو فلور بلان، هيفتح لي الفيو اللي انا اشتغل عليها، وبعد كده هظهر الملف المخفي اللي هو هنا ملف الاوتوكاد بتاع المشروع اللي احنا شغالين عليه، واعمل ان هايد من فوق واضغط توجل ريفيل عشان يلغي لي المود اللي انا شغال عليه. هعمل سيف الاول للمشروع. تمام، يبقى انا كده اظهرت عندي اللوحة بتاعت الاوتوكاد. المطلوب دلوقتي ان انا اصفي الرسمة بحيث ان انا مظهرش منها غير الحاجة اللي انا محتاج اعمل لها الموديلينج بس. يعني مثلا احنا عندنا النصوص وفي تهشير وفي البابلز او الدايمنشنز بتاعتنا، فانا كل ده انا مش عايزه. طب المفروض ان انا هخفيه ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده البرنامج بيدينا امكانية ان احنا نتحكم في كل العناصر الخاصة بالبروجكت او بالملف اللي انا بعمل له امبورت في برنامج الريفت. اول حاجة هعملها ان انا بضغط على الرسمة او على مشروع الاوتوكاد. هتلاحظ هنا بمجرد ما تحرك الماوس هيظهر لك خط ازرق حوالين الرسمة كلها. اول ما يظهر هضغط على الرسمة هتظهر كلها باللون الازرق. هنا بيفتح لي بانل جديدة اسمها امبورت انستانس اللي هي الخصائص الخاصة بالملف اللي انا عملت له امبورت. هنا ممكن اعمل ديليت لايرز لو انا حابب احذف اي من المكونات، او ممكن اعمل امر اكسبلود سواء بارشال اكسبلود اللي هو جزئي او كلي. الامرين دول يا ريت نبعد عنهم لان احنا بنحبش نستخدمهم خالص في شغل الامبورت. احنا كده كده بنقدر نتحكم في ظهور واختفاء الخطوط فده بيبقى كافي بالنسبة لنا، انما هي فكرة الاكسبلود بتاع الامر اللي موجود في الاوتوكاد برضه. هنا بالنسبة لامر الكويري وده اهم حاجة هنستخدمها، ان احنا بنضغط عليه وبعدين بشاور على اي عنصر في اللوحة بتاعت الاوتوكاد بيبدأ يقول لي ايه هي الطبقة اللي هو تابع ليها. وليكن مثلا انا عايز اعرف ايه هي اللاير بتاعت الدايمنشن عشان اخفيها، فبضغط على الامر كويري وبعدين بضغط على الدايمنشن. بيظهر لي تيبل صغير في التايب بيقول لك ده تكست مثلا النوع، وبعد كده بيقول لك اللاير او الليفل. هتلاقي هنا ان اللاير اسمها تكست. بضغط، ممكن تضغط من هنا هايد ان فيو يروح جاي عامل اخفاء للطبقة كلها، وممكن ان انا اشاور على الملف لغاية لما يظهر لي الخط الازرق. تمام، اضغط على كويري وليكن هنا مثلا اللي هي الار 3 ار 3 ار 5، الحاجات دي انا عايز اعرف بيانات عنها. ممكن ان انا اضغط امر كويري واشاور على الحرف هيظهر لي الجدول اللي فيه البيانات الكاملة عنها. هنا عندي اوبشن سواء اذا كان ديليت ان انا احذفها خالص، او ان انا اعمل لها هايد ان فيو بحيث ان انا اخفيها، وممكن تضغط اوكي تقفل الجدول بس. وليكن مثلا احنا عرفنا احنا ممكن كده كده نحذف او نداري الحاجة دي من هنا بنعمل لها هايد بنخفيها. في طريقة تانية ان انا باخد اسم الطبقة اللي هو اللاير ليفل، هنا عندنا اللاير 2، وبضغط في اي مكان فاضي عشان اطلع من الملف، او ممكن تضغط على الامر موديفاي، وبعد كده بضغط على في جي اختصار الفيزابيليتي جرافيكس. هنا بيظهر لي جدول فيه كل العناصر اللي موجودة في برنامج الريفت. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده هنا هتلاقي الجدول ده فيه عندك خمس تابات موجودة. اول حاجة الموديل كاتيجوريز، دي عبارة عن تصنيف بيحتوي على كل حاجة انت ممكن تستخدمها في برنامج الريفت، سواء العناصر الانشائية زي مثلا ستراكشر فاونديشن او النظام الهيكل الانشائي اللي هو القمر، وصلات او الاعمدة او البيم سيستمز، لغاية الرومز مثلا لو هتشتغل شغل معماري، والبلمبنج فيكستشر. كل حاجة بتتحكم في ظهورها واختفائها من خلال تيبل الفيزابيليتي جرافيكس اوفر رايد ده.
هنا الجزء الخاص بالانوتيشن كاتيجوري اللي هو بيتحكم في طريقة وشكل ظهور كل حاجة خاصة بالانوتيشنز او الملاحظات اللي بتضاف على الرسمة، حتى الدايمنشنز والخطوط والالوان والاشكال والحوارات دي كلها. بعد كده الاناليتيكال موديل ده خاص بالهيكل اللي هو التحليلي، اللي هو بعد ما اعمل الموديل بطلع منه الاناليتيكال موديل واصدره على برنامج الساب. وهنا imported categories، وده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، وهو الملف اللي احنا دخلناه من برنامج الاوتوكاد. في التاب دي بيظهر لك اي ملف احنا عملنا له امبورت على برنامج ريفيت. لو لاحظت هتلاقي ان هنا ده الكلير فاونديشن، ده اسم الملف، وهنا كل الطبقات المكونة ليه. عندي هنا البروجكشن سيرفيس اللي هو اللاين والباترن، ممكن ان انا اتحكم في كل حاجة خاصة باللاينز سواء من حيث الشكل او اللون. وبعد كده ممكن اضغط على هاف تون بحيث ان هو يعمله لي، يطبق عليه شفافية بنسبة 50% انه يبقى شفاف لو عايز اشوف حاجة تحته مثلا، او مش عايز ان انا اخلي شكل الرسمة او معقد شوية بحيث ان انا اقدر اشتغل عليها بمنتهى البساطة. طيب اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ان احنا كان الامر لما دخلنا استخدمنا امر كويري وبعدين شاورنا على النص الدايمنشن وخفيناها، هي كانت في طبقة التكست اللي احنا قلنا عليها. لو ضغطنا ابلاي هتلاحظ ان هي ظهرت هنا، لو شلناها هتختفي، وهكذا. اي عنصر بعلم عليه علامة صح بيبقى اوريدي موجود في الرسمة وبيظهر، انما اي عنصر بشيل من قدامه علامة صح بيختفي. وليكن مثلا حرف الاي اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده، بشيل علامة صح من جنب اللاير 2 فبيحذف لي كل الكلام اللي هو تابع لنفس الطبقة. هتلاحظ هنا انه حذف الباترن او الهاتشات، الهاتش اريا اللي كانت موجودة جوه العمدان، واسماء الاعمدة اللي كانت موجودة. يبقى انا كده عندي لوحة نظيفة اقدر ان انا اتعامل عليها بمنتهى البساطة، هتوفر لي طريقة ان انا اركز بيها كويس. هنا بتلاحظ مثلا في نص او جملة او ملحوظة، اي حاجة بتبقى مضافة بعيدة عن اللاير شوية طبعا ما بتتشالش معاها لانها مش محطوطة فيها، دي بتبقى في اللاير الاساسية بتاعت الهيكل او الرسمة اللي انا هستخدمها. طيب اللي انا عايز اعمله دلوقتي، عايز اعرف حدود القاعدة العادية بتاعتي علشان اقدر امشي عليها. زي ما قلنا احنا عندنا هنا مثلا الجزء ده، دي كده القاعدة المسلحة، وبعد كده ده كده حد الفرشة الخرسانة العادية اللي هو الحد الخارجي للرسمة، وبعد كده ده الخرسانة المسلحة وجواها طبعا العمود. يبقى دي الخطوط الخارجي اللي انا همشي عليها. فهروح على تاب الستراكشر، وبعد كده بروح على الستراكشر سلاب او الستراكشرال فاونديشن سلاب، ان انا بقول له اعمل لي دي بلاطة انشائي، البلاطة الانشائي غير البلاطة المعماري. اول حاجة بعملها ان انا بروح على التايب بروبرتيز او التايب براوزر عشان اختار النوع الفلات او نوع الفاونديشن اللي انا هستخدمه. هنا في مجموعة انواع جاهزة، احنا مثلا احنا محتاجين اللي هي 30 سنتي، هي اوريدي موجودة هنا اللي هي 300 ملي. بفرض انها مش موجودة مثلا، وليكن ان احنا عايزين نعمل، هناخد ال 150 دي ونعملها البلاطة اللي احنا عايزينها. بعمل edit type عشان يظهر لي الخصائص الخاصة بالنوع ككل، واضغط على duplicate بقول له اعمل لي نوع جديد 300 ملي plain concrete. ده كده الاسم اللي هي هتظهر لي بيه في السكيدجول او في الجدول في حصر الكميات. بعد كده بنزل على البانل اللي هي اسمها كونستراكشن، بروح على في هنا بارامتر اسمه ستراكشر، بضغط على ايديت. هنا بيفتح لي الطبقات المكونة للبلاطة الخرسانية اللي انا بستخدمها دي. مثلا بضغط على زرار البريفيو عشان يجيب لي قطاع فيها بحيث ان انا اعرف ايه هي المكونات. طبعا احنا عندنا ان بلاطة الخرسانة العادية دي بتبقى عبارة عن خرسانة صافية بالظبط. فانا هنا بروح على الماتيريال بس، واضغط على الزرار الصغير ده، وبختار نوع الخرسانه اللي انا بشتغل عليها من الماتيريال براوزر. احنا هنا هنشتغل على كونكريت كاستم بليس 35 ام بي اي، واضغط اوكي، وبكتب في السكنس بحدد السمك بتاع الطبقه او بتاع البلاطه اللي انا هعملها، وهنا هيبقى 300 مللي يعني 30 سنتي، وبضغط اوكي وبعدين بضغط اوكي. لاحظ هنا بيفتح لي مجموعة من الأدوات في بانل اسمها الدرو خاصة بطريقة الرسم. ممكن إن أنا أرسم البلاطة بأي شكل أنا حابه، ممكن مثلا أعمل لها الحدود بتاعتها خطوط مستقيمة، أو أرسم مستطيلات أو أشكال هيكساديسيمال أو سداسية الأبعاد أو دواير، أو لو في عندي أي دورانات زي الأرشز أو الفيلتس والكلام ده كله ممكن إن أنا أعمله.
ولو ان عندي مثلا مجموعة حوائط اوريدي موجودة اقدر ان انا اشاور عليها واضغط عليها بحيث ان انا اخد الحدود الخارجية او الداخلية للحوائط دي. احنا هنا طبعا جبنا ملف الاوتوكاد، فبالتالي عندنا خطوط هنمشي عليها، فاحنا بنستخدم امر البيك لاين بحيث ان انا لما بشاور على خط بيعمل لي الحد بتاع البلاط عليه مباشرة. فاحنا مثلا هنشاور على الخط ده، اضغط، ادي اول خط اتعمل، الخط التاني التالت. طيب الموضوع ممكن يبقى متعب شوية لو وصلت مشروع كبير مثلا او حجم كبير، تلاقي نفسك مضطر تمشي على كل خط وتضغط. فممكن بيبقى في حلول تانية عملية شوية، ان انا مثلا بشاور على خط واضغط تاب، فبيعمل لي اللون، بيعمل لي لون ازرق على كل الخطوط المتصلة بالخط ده. تاني احنا هنلغي اللي احنا عملناه ده دلوقتي، اضغط على موديفاي واشاور على الخطوط دي واحذفها من خلال امر ديليت، او ان انا اشاور عليها واضغط على علامة الاكس اللي موجودة في بانل الموديفاي. طيب بدل ما امشي على كل خط بمفرده، لا انا هعمل حركة جميلة ان انا بشاور ولاحظ وتأكد من ترتيب الخطوات دي. اول حاجة بتحط الماوس على الخط، بعد كده بتضغط تاب. احنا هنختار مثلا اداة البيك لاين الاول، اختار اداة البيك لاين، بعد كده بشاور على الخط، مش هضغط انا الاول، هضغط على تاب. هتلاحظ ان كل الخطوط المتوصلة بالخط ده سواء على نفس استقامة او مش على نفس الاستقامة، اهم حاجة ان هي تكون متوصلة مع بعض. كل الخطوط دي هتتحول للون الازرق. تاني احنا هنظهر الرسمة كلها مثلا بحيث ان احنا نشوف ده قدام عينينا، هشاور على الخط، اضغط تاب، هتلاحظ ان في خط ازرق لف حوالين الرسمة كلها. فبالتالي دي طريقة عملية انجز بيها البلاطة بمنتهى السرعة، واروح جاي ضاغط ضغطة واحدة بقى كده عندي دي كده الحدود الخاصة بالبلاطة الخرسانة العادية اللي أنا هستخدمها. البرنامج مشي على الخطوط اللي أنا شاورت عليها كلها وعمل عليها حدود البلاطة العادية. بالنسبة لرمز القفل اللي ظاهر دلوقتي عند الخطوط دي، دي في خاصية في ريفت اسمها كونسترين، بحيث إن أنا ممكن أعمل حاجة مثلا بفرض إن أنا حبيت أغير أو حبيت أثبت الخط ده على الخط بتاع الأوتوكاد بحيث إنه ما يتغيرش تحت أي سبب، فبروح جاي ضاغط على القفل ده بقفله كده، بيعمل كونسترين. ساعتها بيفضل الملف بتاع الاوتوكاد مرتبط مع الحد ده بتاع البلاطة الخرسانية اللي انا بعملها، وهكذا بالنسبة لكل الخطوط. فدي حاجة، هي الفكرة كلها انه بيثبت حدود البلاطة مع حدود ملف الاوتوكاد مش اكتر. يبقى احنا كده انتهينا من اننا عملنا حدود البلاطة بتاعتي كلها. طيب مثلا بفرض ان انا عندي خط، اضغط كنترول زد الاول، بفرض مثلا عندي خط زي ده مش مكمل لغاية الخط التاني، يعني عندي في فتحة ما بين الاتنين، ده غلط لان انا ما ينفعش اعمل اي بلاطة الا لما يكون الخطوط كلها عبارة عن closed loop او دايرة مغلقة. لو جيت اضغط على اوكي البرنامج هيظهر لي ايرور وهيحدد لي المكان اللي فيه المشكلة. ممكن ان انا اروح على المكان مباشرة من خلال ان انا اضغط على زرار شو في رسالة الايرور اللي الريفت بيعملها لي، هيجيب لك طرف المشكلة بلون برتقاني وده لون الايرور بتاعنا، فهعمل كونتينيو بحيث ان انا اكمل. طيب يبقى احنا كده لو في فتحة ما بين خطين البرنامج مش هيقبله، لو في خط ممتد بزيادة زي كده مثلا برضو البرنامج مش هيقبله، هيحدد لك الحتة اللي فيها المشكلة من خلال النقطتين دول. اضغط على كونتينيو وبعد كده هستخدم امر تريم اكستند تو اند، واروح جاي عامل تصحيح للمشكلة اللي عندي واضغط على اوكي. هتلاحظ ان البرنامج عمل بلاطة ويبقى هي مظللة باللون الازرق لان هي ده العنصر اللي البرنامج واقف عليه دلوقتي بالحدود اللي احنا قلنا عليها في الملف الاوتوكاد. طيب عشان اشوفها 3D بروح على علامة البيت الصغيرة اللي موجودة فوق في الكويك اكسس تول بار زي ما قلنا عليها قبل كده، ويبقى انا عندي هنا البلاطة ال3D. طيب هي شكلها عامل كده لان انا عندي اللي ظاهر دلوقتي حاجتين، انا ظاهر لي هنا في ال 3D فيو زي ما هي لونها بولد هنا، فبالتالي هي اللي شغالة، عندي ملف الاوتوكاد اللي هو بالشكل ده، وعندي البلاطة اللي تحت اللي هي دي. طيب عشان انا مثلا اميزها شوية، هنا هتلاحظ ان الفيجوال ستايل بتاعها معمول على الواير فريم اللي هو بيظهر لك حدود العنصر او حدود البلاطة كأنها اسلاك، فاحنا ممكن مثلا نستخدم الكونسيستنت كولر بحيث ان هي تبقى الوان، وباجي على ملف الاوتوكاد بشاور عليه وبضغط هايد ان فيو او هايد اليمنت، فبتظهر لي البلاطه الانشائي بتاعتي اللي هي بلاطه الخرسانه العاديه اللي هتتحط تحت كل القواعد المسلحه اللي موجوده عندي في العنصر.
يبقى احنا كده عرفنا ازاي ان احنا نحط لغاية دلوقتي يعني نعمل الليفلز المناسيب ونعمل الجريد سيستم، وازاي ان احنا نعمل امبورت الملفات الاوتوكاد في برنامج الريفت ونمشي عليها بحيث ان احنا نقدر نطلع عنصر انشائي وليكن زي البلاطة الانشائي. عرفنا ازاي ان احنا نعمل السمك بتاعها، ممكن ان احنا نشاور على البلاطة ونختار اي نوع تاني، ممكن ان احنا نغير السمك بتاعها من هنا نختار اي نوع تاني، لو حابب تعمل اي تعديل في الماتيريال من خلال edit type بنروح على structure واضغط على الماتيريال واختار النوع اللي انا محتاجه. هنا في الفانكشنز بنعمل الماتيريال بتاعتها بتبقى structure لان ده هيكل انشائي، فبالتالي بما انه كله كتلة خرسانية واحدة فبتبقى دي المادة الانشائية الاساسية الموجودة فيها، فبختارها structure واضغط اوكي. اضغط اوكي. هنتكلم دلوقتي عن مجموعة من الخصائص اللي هي متعلقة بالبلاطة الانشائي دي. هنروح الاول على الساوث فيو او الرؤية الجنوبية، هتلاحظ ان العنصر او البلاطة ظهر عندي هنا، ممكن برضو اعدل الفيو بحيث ان هي تظهر لي، اعدل فيجوال ستايل اخليه مثلا شيدد او كونسيستنت كولرز. هتلاحظ هنا ان البلاطة اهي زي ما حضرتك شايف وموجودة في الليفل المطابق اللي احنا قلنا عليه، بتنزل من عند ليفل البلين كونكريت لغاية الفاونديشن ليفل اللي هو منسوب الارض اللي هتقف عليه. بعد كده هنيجي نحط البلاطات او القواعد الخرسانة كلها فوقها على حسب مكانها بالنسبة للاكسات والاعمدة المحاور يعني، فبالتالي هتبقى متوصلة بالرينفورسمنت ليفل ده. يبقى انا عندي ان البلاطة دي مرتبطة بالليفل بتاعها اللي هو البلين كونكريت، الكلام ده هنتأكد منه لو ضغطنا عليها. هتلاقي في قائمة الخصائص في تاب اسمها او بانل اسمها الكونسترينت، في هنا متغير اسمه الليفل، هتلاحظ هنا اسمه البلين كونكريت، ده كده البلين كونكريت ممكن اللي هو ظاهر لي في الرسمة. ولما تضغط على الرمز اللي جنبه او السهم الاسفل بيظهر لك قائمة فيها كل المناسيب اللي موجودة في البرنامج في المشروع اللي انا بشتغل عليه دلوقتي. ممكن ان انا اختار اي منسوب ليهم او اي ليفل منهم وساعتها البلاطة هتتحرك ليه مباشرة، لكن طبعا احنا عايزينها عند البلين كونكريت اللي هو المنسوب بتاعها فاحنا هنسيبها زي ما هي. بالنسبة للأوفست بتاعها نجيب دي كده عشان يبقى المنسوب بتاعها واضح، الأوفست بتاعها او الهايت أوفست فروم ليفل عندي قيمة صفر، لان انا بقول له انا عايز البلاطة تنزل من الليفل مباشرة وما تتحركش. لو حطيت قيمة موجبة هتتحرك البلاطة فوق الليفل او فوق المنسوب، ولو حطيت هنا قيمة سالبة هتتحرك لتحت. وليكن مثلا هحركها 50 ملي، طبعا دي موجبة فهتتحرك لفوق زي ما حضرتك شفت، ولو حطيت سالب الاول وخليتها مثلا 80 ملي هتنزل تحت الليفل بمسافة مقدارها 80 مللي زي ما البرنامج عمل temporary dimensions او ابعاد مؤقتة عشان تظهر لي التعديل اللي انا عايزه. انا طبعا عايز اسيبها صفر زي ما هي بحيث ان هي تبقى مرتبطة على الليفل بناء على الحسابات اللي احنا عاملينها. الحاجة التانية عندنا هنا تاب او بانل structural، هنا بيقول لك ده هيبقى عنصر انشائي ولا لا. المقصود بيه من هنا ان انا هل يا ترى ده هيبقى داخل معاك في التصميم الانشائي، ده هيشيل احمال او هيشيل تسليح او هيتاخد في الاناليتيكال موديل بتاعي العادي ان احنا بنشتغل عليه هنا خاصة في مصر، ان دي بتبقى مجرد فرشة نظافة ما بتستخدمش معانا في التصميم الانشائي، دي بنحطها عشان نمنع اي هبوط غير تفاضلي يحصل ما بين القواعد المسلحة اللي احنا بنعملها، فبالتالي ممكن ان انا اشيل العلامة دي عشان اوفر امكانيات التسليح او اي تشيك بوينت ممكن ان انا اعملها في البرنامج. لاحظ ان انا لما بعمل ستراكشر بيظهر لك هنا الريبار كفر او الخصائص بتاعت التسليح والغطاء الخرساني اللي هو بحدد له، مثلا احنا هناخد هنا كفر خرساني سمك كذا من فوق من سطح القاعدة او من الاسفل او من اليمين او من الشمال، طبعا الكلام ده هنتكلم عنه بتفصيل اكتر في القواعد المسلحة، انما هنا انا مش محتاج جزء الاستراكشرال لان هي بلاطة خرسانة عادية. الحاجة التانية عندنا هنا مجموعة من الدايمنشنز، طبعا هنا بلاطة هنا ده متغير السلوب اللي هو الخاص بالميل، هي طبعا بلاطة هنا أفقية بالكامل فبالتالي مفيش أي قيمة للميل. هنا البريماتير أو المحيط طول المحيط كله، والأريا المساحة 419 متر مربع. عندي بعد كده الفوليوم أو الحجم بتاعها، ده طبعا ممكن نستخدمه في حصر الكميات لأنه كده بقول لك ده 125 متر مكعب، فبالتالي دي ممكن تبقى هي المساحة اللي أنا ممكن أستخدمها أو الخرسانة اللي هيطلبها المهندس في الموقع عشان يصب البلاطة بالسمك ده وبالشكل والأبعاد اللي إحنا قلناها.
كده يبقى احنا خلصنا معظم الخصائص الخاصة بيها. دي بيانات بقى زي السيكنس والاليفيشن ات بوتوم اللي هو المنسوب عند نهاية القعدة اللي هو ماينس 1500، لانها هتنتهي عند الفاونديشن ليفل زي ما احنا قلنا. من الايدنتيتي داتا دي بتحط مجموعة من المعلومات زي الكومنت لو في اي تعليق معين عليها، او مارك لو هتعلمها عشان وهي بتتحط في السكيدجول ممكن ان انا احط الجدول ده او المارك ده. طبعا الكلام عن الحصر والكلام ده كله هيبقى ليه جزء خاص بيه لوحده ان شاء الله. احنا هنبدأ شغل الموديلنج الاول، هنعمل موديل لكل العناصر اللي احنا هنستخدمها في المنشأ، بعد كده هنبدأ نشتغل على التسليح، واخيرا ان شاء الله هنبدأ نشتغل في الديتيلينج اللي هي نعمل بقى الدايمنشن والانوتيشنز والقطاعات الانشائية، وبعد كده هنحط الحاجات دي على اللوح الانشائي بعد ما نجهزها والشوب دروينج والكلام ده كله. وبعدين في الاخر خالص هنبدأ نعمل شغل حصر الكميات ان شاء الله، وسواء نصدره مثلا للاكسل او ان احنا نطلع منه تقارير على طول من الريفت جاهزة للطباعة. الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن القواعد المسلحة، وازاي ان احنا نبدأ نعمل القواعد المسلحة بتاعتنا اللي موجودة في الرسمة الخاصة بالاوتوكاد زي ما احنا شايفينها، ازاي ان احنا نعملها ونعمل الاعمدة بتاعتها.